السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد. ومعايا النهاردة فيديو جديد، ومش موقع مش جديد، هو موقع اليابكس، كنت اتكلمت عنه من قبل، وهو موقع بيحول الـ 2D images أو الصور ثنائية الأبعاد إلى 3D animations أو صور متحركة. واليابكس هو كان بشكل كامل أداة مجانية، كنت اتكلمت عنها من قبل. ولو تاخدوا بالكم ان انا كنت دايما بركز معاك على ان المواقع نوعين، يا مواقع بتديك خطه مجانيه وخطه مدفوعه وبيكون صريح معاك من الاول، يا اما موقع بيديك يعني خطه مجانيه في الاول بيقولك انا في مرحله البيتا، وبعد كده بيبتدي يحط خطط مدفوعه، او بيبقى الخطه المجانيه فيه محدوده ايضا. وده اللي موجود دلوقتي حاليا في ليابكس. ليابكس لسه محتفظ بنفس الكواليتي بتاعه طبعا والجوده، ولكن هنشوف الفرق ما بين الحاجتين المدفوع والمجاني. وهنا الموقع اول ما بيسجل فيه بيديك 300 كريدتس، وده ما كانش بيحصل قبل كده. انت دلوقتي عشان تسجل فيه باكونت جديد هتبص تلاقي نفسك واخد 300 كريدتس. ال 300 كريدتس دول اعطيهم لك ليه؟ اعطيهم لك علشان تجرب مثلا ان انت تاكسبورت من غير ووتر مارك مثلا. كل فيديو بتطلعه بيكون لحد 4K، بيبقى MB4 و4K. فهنا بيوريك يعني البنفت اللي انت هتاخدها بعد كده لما تبتدي تشتري كريدتس من الموقع. تعالوا كده نخش على الموقع، هنلاقي الانترفيس بتاعه اختلف شويه، يعني تراي فور فري، ابتدي اعمل ساين ان، خلاص ودخلت. انا اوريدي فقدت 50 كريدتس من قبل لان انا كنت بجربه. وهنا هبتدي الاقي ان الانترفيس شويه اختلف، وفي اول ما هتخش هيطلب منك ان انت تعمل تيرن اون الاد، يعني تقفل الاد بلوكرز. يعني بيقول لك لو انت قافل، في ناس بتحط على الويب سايت بتاعها بعض البلوك، يعني البلوكرز اللي بتقفل الادز او الاعلانات، فبيقول لك لازم تفتحها لان هو عايز يستفيد ايضا من الخطه المجانيه. يعني افترض ان انت مش فارق معاك الووتر مارك، مش فارق معاك ال 4K، وممكن تنزله ب 720 بيكسلز زي ما بيديك، على الاقل يستفيد من ان انت تشوف الاعلانات او تظهر الاعلانات عليه. هنا هبص الاقي حتى اختلف شويه، ان على اليمين بقى موجود المنيو اللي قدامي دي، وعلى الشمال مفيش حاجه هنا موجوده، كان العكس الاول. هنا بيقول لك ان انت تقدر ان انت تعمل دراج اند دروب للايمج اللي هو السحب والافلات، وان هو بيسبورت الجي بي جي والبي ان جي والدبليو اي بي بي، وعندك السايز او الليميت سايز بتاع الصوره اللي انت هترفعها لحد 20 ميجا بايت. وبيقول لك ان ايمجز اللي فوق ال 4K ريزوليوشنز يعني اوتوماتيكلي هيتعمل لها داون سايز، هيبتدي يقلل الحجم بتاعها لو انت عندك يعني حاجه الدقه بتاعتها عاليه جدا. هبتدي هنا ابتدي اعمل ابلود وارفع اي صوره مثلا، ولنفترض الصوره دي. انا كده على طول اول ما رفعت الصوره عملها لي انيميشن، حول ال 2D ايمج او الصوره ثنائيه الابعاد الى 3D انيميشن او صوره متحركه. ولو تفتكروا ان احنا لما اتكلمنا من قبل كانت الادوات دي كلها بستخدمها علشان ايه؟ علشان خاطر اتحكم في الاعدادات والسيتنج. هنا عندي حاجه اسمها ديبس ماب، خليها في الاخر، انا شايفه انها ادفانسد قوي ويعني ايه هتلخبطنا. الديبس ماب المفروض ان هي المسافه ما بين الكاميرا للمشهد، للصوره اللي انت بتصورها او المشهد اللي انت بتصوره. عموما ما تشغلوش بالكم بيه قوي، يعني انا حتى دورت على التعريف بتاعها لان ما كنتش عارفه يعني ايه ديبس ماب. وفي الانيميشن ستايل، والانيميشن ستايل هنا بيقول لك عايز الحركه عامله ازاي، هل هوريزونتال من اليمين للشمال، ولا وايد سيركل بتبتدي تلف في الحركه بتاعه الصوره تكون وايد على واسع كده كانك بتاخد دايره على واسع. وفي عندك سيركل هنا دايره بس دايره عاديه، وعندك تول سيركل، وعندك فيرتيكال. تول سيركل يعني دايره بالطول ومن فوق لتحت، والبرسبكتيف، وده كان فيتشر جديد، يعني حاجه جديده كده ما كانتش موجوده في الاول خالص. وزي ما احنا شايفين انا مثلا بحب جدا الانيميشن ستايل ده اللي هو برسبكتيف. في عندك الانيميشن لينث اللي هو الطول بقى بتاع الانيميشن، يا ترى يبقى شورت كده، وانا بصراحه ما بفضلوش، انتوا شايفين الانيميشن سريع ازاي، او يبقى درجه واحده او درجتين او ثلاث درجات او اربع درجات، ويكون الحركه طويله شويه فحسب ما انت عايز. انا هخليه مثلا هنا على ثلاث درجات بالمنظر ده. الاماونت اوف موشن الحركه كم مره عايزها، لس
بالمنظر ده، ولا عايزها اكتر ولا اكتر ولا اكتر، ولا كم مرة يتحرك الدايرة دي، تتحرك كم مرة. انا مثلا هنا هعمله مور، ممكن اخليه برضو على 3 درجات كده زي ما انا عاملة. الفوكس بوينت بتاعتك تبقى الفوكس بوينت بعيدة ولا قريبة، كلوز قوي ولا بعيدة قوي، حتى انت هتلاقي في فرق. اوكي، انا خليه في النص. الايدج دايليشن اللي هو الجزء المتعلق بالايدج، الحواف هارد ولا سوفت، يعني ممكن اهو شايفين الحواف، الحواف اللي هي دي، بصوا الحواف هنا عامله ازاي، ولا الحواف ناعمه كده خالص. انا هخلي الحواف مور، انا عايزه الحواف تبقى سوفت خالص، مش عايزاها هارد كده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ طبعا على حسب انت عايز ايه، الموضوع راجع لك. اوكي، احطها مثلا على تالت برضو درجه زي ما احنا، يعني رابع درجه زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4. الادفانسد اديتور بقى ده شويه حاجات ادفانسد، بتقعد بقى تظبط الحركه حوالين الاكس والواي والزد والفيز، يعني حاجات متقدمه قوي. تقدر ان انت لو انت حاسس ان انت ممكن تلعب في الحاجات دي كده ومظبطه لك الصوره بالشكل اللي انت عايزها، اشتغل فيها. الجزء بقى اللي قلت لكم في الاخر اللي هو الدبس ماب ده، الدبس ماب ده اول حاجه كده انا بروح كده ايه، شايفين اروح الاول اعمل اوفرلاي كده، ومثلا هنا هروح اقلل البراش شويه. يعني ايه؟ انا هنا مثلا لو الحته اللي هي نفترض دي مثلا، الحته دي علمت عليها كده، قلت اشوف ايه اللي هيحصل، وعملت سيف. هنا يعني ايه مش هتبان قوي الحركه، تعالوا نجربوها في حته تانية، معلش يعني اصلها يعني هي بصراحه مش ممكن، مثلا نخليها كل الحته دي الحركه بتاعت الحافه بتاعت السفينه دي. هعمل سيف، يعني ممكن اعمل هاردنس، اعمل سيف. هنا بيبان يعني ايه ان الحته دي كده فيها حركه معينه، كانها بتتحرك كده ايه من بعيد لقريب، بتبعد المشهد بيبعد شويه. فالحته دي يعني ما تشغلش نفسك بيها قوي بصراحه، لانها مش شايفاها مؤثره، بتبان اكتر لما يكون في اشخاص، ما يعني يكون في اشخاص. هي بصوا الحركه باينه جدا عندي هنا، هتبان معاك انت اكتر لما تيجي تشتغل، ولكن لو انت عايز يعني تلعب في الدبث ماب دي وتظبطها بنفسك ظبطها. بعد كده هروح نعمل اكسبورت. تعالى بقى شوف في الاكسبورت عندك ايه. عندك في الاكسبورت وعمليه التصدير، انت هتيجي تصدر، تصدر لايه؟ لام بي 4. طب الام بي 4 الريزوليوشن لحد 720، الدقه بتاعت الفيديو، ووتر مارك عليها، نو كوميرشال يوز، مفيش استخدام تجاري، ووتر مارك عليها، ما عليها ووتر مارك، مفيش استخدام تجاري. هنا بقى بيقول لك ايه، الام بي 4 لحد 4K هتستهلك من 300 كريدتس اللي هتاخدهم اول ما تسجل 50 كريدتس، فهتقدر انك انت تصدر لحد 4K وكمان مفيش ووتر مارك، فخد بالك قوي انت بتستخدم ال 300 كريدتس يعني. وطبعا هو عنده بقى فول باكج، وعنده حاجات تانيه ممكن تبص عليها. هنا هبتدي اعمل سيف ونشوف كده النتيجه في الاخر هيبقى شكلها عامل ازاي. هنا كونجراتس، ادي اهو 4 سكند الام بي 4 فيديو او الانيميشن بتاعي. في عندك كمان شير لو انت عايز تشير، لو تفتكر في الاخر كان الجزء بتاع الام بي 4 ده كان موجود مع الشير في الفيرجن القديم او قبل التحديثات، تقدر ان انت تاخد كوبي لينك وتبعته، تقدر انك انت تبعته بالايميل او على تويتر تشيره او على الفيسبوك. ده بالنسبه لليا بيكس والجديد في ليا بيكس. اتمنى تكونوا استفدتوا من معلومه النهارده وبالجديد في ليا بيكس. انا عارفه انه ممكن يكون الجديد يزعل يعني اكتر ما هو يفرح، لان طبعا انت كده ايه يعني بقيت خلاص لو هتستخدمه بشكل مجاني فانت عندك ووتر مارك وعندك 720 بيكس لما يخلصوا 300 كريدتس، ولكن لازم دايما ننوه عن الجديد في اي تطبيق بنتكلم عنه، وبالذات التطبيقات اللي كتير جدا بيستخدمها بشكل مستمر. يعني في تطبيقات بتمر علينا مش تطبيقات اساسيه بعتبرها، لكن في تطبيقات اساسيه زي ليوناردو اي اي، زي ليا بيكس، زي مثلا تطبيق شات جي بي تي، زي بينج، زي بارد. الحاجات دي كلها انا من وجهه نظري، بينج اي اي طبعا، كل الحاجات دي من وجهه نظري حاجات واحد بيستخدمها كتير جدا، فبالتالي الحاجات دي لازم نتكلم عن التحديثات الجديده فيها، حتى لو كانت التحديثات دي مش هتعجبنا في الاخر، ولكن من المهم نتكلم عنها.
اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على قناه كل يوم موقع جديد. والناس اللي بتشوفنا لاول مره ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو كنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت، ده اكيد بيدعمنا وبيساعدنا ان احنا نقدم كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.